انت وحدك في اللون هذايا تو تقريبا موجودين ممكن زوز ولا ثلاثه كما قلت لك جيلاني المخ اللي حيين اي جيلاني المخ وثم عندي خالي شاعر فوزي ابو قارس. انت اكثر واحد مطلوب في العروسات وفي الافراح معناتها انت النجم في الفكاهه نجم نقول لك في الفكاهه مش في الشعر. صالح نوما رقم واحد في الفكاهه صحيح هذه. وش تعمل في الدنيا؟ اخدم طياب في الحمام حمام الوالد وتو ولا متاع خويا وعندي بيرمي دي بلاس بتاع تاكسي. تو معقول الشاعر الفكاهي رقم واحد مازال يخدم طياب؟ الشاعر الفكاهي رقم واحد تقريبا معروف في الجنوب فقط. ايه من الجنوب شويه؟ ايش صدى؟ الجنوب شويه؟ العروسات ايش عندنا احنا؟ عروسات يخلصوا مليح ولا لا؟ والله العروسات احنا ما نتغرضش من في العرس. دائما كاشي متاع 150 200 120 ممكن حتى 100 ما يعني مش تتغرض في الناس. هي ما هذي مورد عيش وهذي موهبه. ساعات ثم حاجات تتجاوز المال. ثم ساعات وقت اللي يجيك حد وتمشي تفرح له فرحان بيك. تزيد انت تثقل عليه تولي مش ضايع في الفلوس هي. داكوردو انا كلنا نجروا على احنا حسيتنا بالفلوس. فرحان وشرف لي ان يكون في قناه الحوار التونسي ونشوف هالوجوه النيره هذه وتحيه للفرقه لاكثر ولا اقل. رايي